بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله النبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يسر قناة النجرة التعليمية على اليوتيوب أن تستكمل مع حضراتكم سلسلة شروحاتها المتميزة. اليوم هنتعلم مهارة خاصة وهي مهارة الكتابة بأشكال زخرفية في الفيسبوك عربي وإنجليزي، سواء كانت كتابة اسمك اللي بتظهر بيه بالنسبة للأصدقاء أو كتابة المنشورات. دايما وابدا بنسعد بارائكم وتعليقاتكم على قناتكم وقناتنا على اليوتيوب، قناه طارق النجار التعليميه على اليوتيوب www.youtube.com/mrtarqnagar او مدونه قناه طارق النجار التعليميه mrtarqnagar وandetblogspot.com او منتديات كنوز الطارق www.farnetkunuz.com/farnetbhp او قناتنا على تويتر twitter.com/mrtarqnagar. لما هنتعامل مع الكتابه بالاحرف الانجليزيه بشكل زخرفي هنستعين بأمر اسمه أمر كاركتر ماب أو تشار ماب لإظهار نافذة الكاركتر ماب والاستفادة منها في أكتاب، في كتابة منشورات أو اسم أو عنوان بأحرف إنجليزية مزخرفة. بينما لو هنكتب باللغة العربية يبقى في الوقت ده هنستعين ببرنامج من خلال هذا اللينك، من خلال هذا اللينك اللي بننتظر حتى هتجدوه ان شاء الله اسفل هذا الفيديو، وبننتظر لمده 5 ثواني وبنضغط على اسكيب بيتم تحميله ونبدا نشتغل من خلاله. تعالوا بينا ننتقل الى الجزء العملي. بدايه هتقوم بالدخول الى صفحه اليوميات الخاصه بيك، ديت كجزئيه من الجزئيات، او انك تدخل على الصفحه الرئيسيه لكتابه منشورات ومتابعه منشورات الاصدقاء. طيب هنبدأ دلوقتي، عايزين نكتب باللغة الإنجليزية، هنعمل إيه؟ هنروح لقائمة ابدأ أو نضغط على علامة النافذة وآر لتشغيل أمر ران، كلاهما صحيح، ومن ابدأ هنبدأ نكتب هذا الأمر اللي هو تشار ماب، ثم نضغط إنتر. نبدأ في الوقت ده نستعين بالكتابة باللغة الإنجليزية، وليكن مثلا عايز أكتب طارق، هبدأ أدور على الحروف الموجودة أهوت وأقول له سيلكت، وبعدين أدور على حرف الأي بهذه الطريقة وأقول له سيلكت، ثم أدور على حرف الأر، ثم حرف الإي، ونشوف كده مع بعض. ونقدر ننوع عن طريق اختلاف نوع الخط، هيبدأ يديني أشكال مختلفة نقدر نستفاد بيها في عملية الزخرفة على هذا النحو. بعد ما كتبت الاسم لو في أي خطأ بنقف كده في الآخر وندور على حرف الكي، نشوف كده مع بعض يا شباب، ندور على حرف الكي إلى أن نصل إلى هذا الحرف وأقول له سيلكت، خلصنا بقول له كوبي، ثم بعد ذلك أنتقل إلى المنشور او الروايات الخاصه بي، اضغط كنترول في او كليك يمين واختار لزق على هذا النحو، وكده اقدر اكتب المنشور اللي انا عايزه بكل سهوله ويسر مهما طالت عدد الحروف الخاصه بي، ثم اضغط نشر، هيتم اظهاره بهذه الطريقه. ممكن تكتب بيه جمل، ممكن تكتب كلمات زي ما انت عايز، انا هقوم دلوقتي بحذفه. البعض الاخر هيقول لي شيء جميل جدا، ايه هو؟ هيقول له والله انا عايز اغير اسمي، عايز اغير الاسم الخاص بيا، بدل ما مكتوب باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه بهذا النحو عايز اقوم بتعديله. اقول له كل اللي عليك انك تذهب جنب رمز الافرن اهوت، هتذهب الى هذا السهم وهتختار الاعدادات، ومن الاعدادات هننتظر عندك ادي الاسم اهوت، هتعمل تعديل بالنسبه للاسم الخاص بيك. كل اللي عليك هتبدا هنا اهوت، هتحدد اهو وتعمل كليك يمين وتعمل لزق، وبعدين تكتب الاسم الاوسط والاسم الشهرة، ثم بعد ذلك تعمل حفظ، هيتم الغاء الاسم الظاهر عندك ويظهر هذا الاسم الجديد. يبقى هنستعين بامر اللي هي هذه النافذة اللي هي الكاركتر ماب، ونختار الاسم بالاشكال اللي احنا عايزينها. ناخد بالنا ان في اشكال كتيرة جدا، حاول وتدرب هتصل الى حاجات ممتازة. نهوت نقدر نغير من هنا، كل نوع خط هيترتب عليه أشكال زخرفية مختلفة بالنسبة للحروف الموجودة بالنسبة للغة الإنجليزية. لكن أنا عايز أشير إلى معلومة مهمة، إن ممكن أنت بعد ما تقوم بعملية التعديل
انه يرفض، فحاول مره واثنين وثلاثه الى ان تصل الى الاسم المناسب ليك واللي هو بيقبله. انا هعمل الغاء امر اهوت وارجع تاني لليوميات. يبقى كده اتعلمنا مهاره ازاي نكتب حروف او كلمات او جمل مزخرفه باللغه الانجليزيه. طيب البعض الاخر هيقول لي والله انا عايز اكتب باللغه العربيه، هقول له في الوقت ده كل اللي عليك ان اسفل هذا الفيديو هتجد هذا اللينك، هذا هو اللينك اهوت، هتقوم بنسخه، وفي اي نافذه جديده اهوت هنقوم بتحميلها على هذا النحو، وننتظر بضع ثواني الى ان تظهر هذه النافذه، ثم هيطلب مني الانتظار 5 ثواني. من خلال الانتظار 5 ثواني اضغط على اسكيب اد، وبعد ما اضغط على اسكيب اد انتظر الى ان يتم تحميل النافذة على هذا النحو، اقوم بحفظها في المكان المناسب عن طريق الـ3 نقط، ثم اقول له بدء التحميل فيتم تحميلها. بعد التحميل هيظهر هذا الشكل اهوت، هتقوم بفكه، بعد فكه هيظهر هذا المجلد. من هذا المجلد هتلاقي عندك المجلد ده اللي هو نايس ان اي سي اي باي، تضغط دبل كليك عليه لفتحه، ثم بعد ذلك نقوم بعمليه الكتابه. وليكن انت عايز تكتب جمل او تكتب منشورات او تكتب اسم زي ما انت عايز. اهو انا هكتب مثلا مصر ارض الكنانه، وضغطت انتر وكتبت الناشر وانتر طارق النجار. كتبت المنشور الخاص بيك او الجمله او الاسم، اذهب الى غير نوع الخط من هذه الطريقه كده اهو. يبقى هذا البرنامج هيستخدم في التغيير على هذا النحو، ثم بعد ذلك اضغط على نسخ واذهب الى يومياتك على اساس او الصفحه الرئيسيه، واضغط كليك يمين او كنترول في، ثم اضغط على نشر بالطريقه ديت فيتم النشر. ممكن تكتب جمل، ممكن تكتب منشور كامل، ممكن تغير اسمك بنفس الطريقه اللي فاتت اهوت. هذهب تاني لها يا شباب، نذهب تاني لها ونشوف كده مع بعض. هعمل ادي تصغير، نشوف كده البرنامج، ادي البرنامج اهوت. عايز امسح هعمل مسح اهو للكل. ممكن عايز اكتب اسمي بطريقه زخرفيه، ادي طارق النجار، واغير الاسم الموجود، ابدا اجرب اضغط على 1 او على 2 او على 3 باي طريقه، ثم اعمل نسخ، ثم اذهب الى الاعدادات الخاصه بي من هذا السهم واختار الاعدادات، ومن اعدادات في اول حاجه اللي هو اول اختيار اللي اسمه عام، اجي في الاسم اضغط عليه، ثم اجي في الاول ممكن اخد جزء جزء، اخلي طارق لوحده والنجار لوحده والاوسط لوحده، ثم اضغط على موافق او مراجعه التغيير فيتم حفظه، ونقدر نستفاد بهذه الجزئيه في تغيير الاسم. اذا استفدنا ان احنا نكتب حروف باللغه الانجليزيه مزخرفه، او عنوانك او اسمك باللغه الانجليزيه، استفدنا ازاي نكتب باللغه العربيه. نرجع تاني نذكركم بالطريقتين، لو انت هتكتب احرف باللغه الانجليزيه يبقى هتقوم بتنفيذ امر كاركتر ماب وتشار ماب، يا اما عن طريق انك تدخل على قائمه بدء وفي البحث تكتبها تظهر قدامك تضغط انتر، يا اما عن طريق علامه النافذه وحرف الار معا فيتم ظهورها، ثم تقوم بالتحديد كل حرف تختاره، تختار سيلكت وبعدين تعمل كوبي، ثم تذهب الى اليوميات او المنشور وتقوم بعمليه النشر. ينفع بالنسبه انك تغير اسمك او انك تكتب منشور كامل. وبالنسبه للغه العربيه في لينك اسفل هذا الفيديو هتقوم بتحميل برنامج، هذا البرنامج هيستخدم في اظهار احرف اللغه العربيه بشكل الزخرفي. دائما وابدا ما نسعد بارائكم ومشاركتكم على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، قناه طارق النجار التعليميه على اليوتيوب، www.youtube.com/mrtarqnagar، او مدونه قناه طارق النجار مستر طارق النجار وند@blogspot.com، او منتديات كنوز الطارق www.farms.kunuz.com/fobotv، او قناتنا على تويتر tweeter.com/mrtarqnagar. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.